اختار الفايل، بعد كده اضغط على السهم يمين الاوبن بوتون واختار اوبن ريد اونلي. في الحالة هذه بإمكانك اختيار عناصر الرسم والطبقات اللي محتاج تشوفها، بإمكانك تحددها بالتأشير عليها، بعد كده اوبن. مثلا لو استخدمت زوم ويندو لعمل نافذة مساحة مستطيلة لجزء معين من الرسم، أحدد الركن الأول والركن الآخر لتكبير هذا الجزء. الباك أب فايل له نفس اسم ملف الرسم، ولكن بدلا من الامتداد DWG الامتداد حيكون BAK. لو اخترت الأوبجكتس قبل اختيار أي كوماند، تقدر تستخدم طريقة اختيار تسمى Implied Selection، بإني أختار واحد من الكراسي ثم رايت كليك وأختار Select Similar من الشورت كات منيو بوينت 75 وأضغط Enter للدي 1، وحكتب أيضا بوينت 75 للدي 2 وأضغط Enter. الحين أنا جاهز لعمل أول نقطة. هلاحظ الأركان مشطوفة وحتظهر لي نفس الخيارات السابقة لإنشاء مستطيل. المرة هذه هختار الروتيشن. الحين بإمكاني كتابة رقم 2 للاتجاه الموجب للإكس، ثم فاصلة وصفر للواي. بعد ما أضغط Enter الأوتوكاد حينشئ خط طوله وحدتين بالاتجاه الموجب للمحور إكس. حسوي كليك على الخط، حيرجع الأوتوكاد يطلب مني النقطة الثانية، حسوي كليك هنا. هلاحظ أني إلى الآن ما شفت الدائرة. الأوتوكاد حيطلب تحديد قيمة نصف الخطر، حكتب على سبيل المثال 1.5 وأضغط Enter. والتراكنج تول تيب حيظهر لي أن الزاوية أصبحت الآن 135 درجة. السبب اللي يظهر لي زاوية 135 درجة، الأوتوكاد حيطلب مني تحديد نقطة المركز. حتحرك بالمؤشر إلى منتصف الضلع العلوي حتى تظهر لي الميد بوينت والتول تيب، لكن لا تضغط، تحرك إلى أسفل. بعد كده حروح إلى منتصف الضلع الأيسر وحوقف شوية، وبعدين أتحرك إلى اليمين بعد ما أشوف الميد بوينت، ولاحظوا إن في علامة في الضلع العلوي. بمجرد ما أوصل إلى مستوى الخط الأول حيظهر لي قيمة 1، وحتى أعرف القيم اللي أقدر أستخدمها حكتب علامة الاستفهام ثم إنتر، وحشوف إن عندي قيمتين إما 1 وإما 0. فجديدة اضغط على Layer Properties button، حيفتح لك Layer Properties Manager Palette. اضغط على New Layer button، الأوتوكاد حينشئ لك طبقة جديدة حيسميها Layer 1، ولاحظ هنا أخذت نفس خصائص الطبقة الحالية، لأن الطبقة الحالية هي الطبقة 0، طبقة Layer 1 أخذت نفس خصائصها. ما حلاقي الـ VB Color أو الـ VB Line White أو الـ Line Type أو الـ VB Transparency. حتوجه إلى Layout، حلاقي موجود عندي الـ VB Color، الـ VB Line Type، الـ VB Line. وعشان أشوف الشفافية المفروض إني أشغل Show Hide Transparency بالضغط عليها في شريط الحالة. بعد كده أتوجه إلى البولي لاين وأرسم خط، هلاقيه مباشرة أخذ نسبة 70% من الشفافية. في طريقتين لتحويل الشكل الأمامي إلى بولي لاين. الطريقة الأولى هختار مثلا هذا الخط، الأوتوكاد حيسألني هل أحوله من خط عادي إلى خط بولي لاين، حضغط إنتر للياس. بعد كده هختار أمر الجوين، بس عشان أثبت لك إنه حول الخط العادي إلى خط بولي لاين هختار الويت وهعطيه قيمة 0.25 واضغط انتر. هلاقي فعلا اعطاء العرض. الاوتوكاد حيطلب مني تحديد عدد الاوجه، اقل عدد الاوجه هو 3 واكثر عدد هو 1024. حكتب 5 لانه هرسم خماسي واضغط انتر. الاوتوكاد حيطلب تحديد مركز البوليجون، حضغط لعمل اي نقطة للمركز. بعد كده الاوتوكاد حيطلب مني تحديد الطريقة المطلوبة لانشاء البوليجون، حضغط انتر لقبول الخيار الافتراضي. ولاحظوا أنا بحرك المؤشر حلاقي ماسك البوليجون من نقاطه. في بعض الأحيان تحتاج أنك تخرج من المالتي ليدر ليدر يأشر على نقطة مختلفة في رسمك. شيء سهل عمله في المالتي ليدر. الحين لإكمال الترقيم بإمكاني استخدام ما يسمى بالأوتوفيل. لما أضغط على الخلية هلاحظ ظهور جريب في الركن الأسفل الأيمن من الخلية، هذا نسميه الاوتوفيل جريب. لما اختاره الاوتوكاد حيطلب مني اختيار الاوبجكت، هختار الشجرة ثم رايت كليك. الحين الاوتوكاد حيطلب اختيار المسار، وحشوف في نافذة الاوامر انه اسوسيتيف
الحين لو اخترت امر الاوفسيت حسوي رايت كليك واختار اللاير، وهختار الكرنت لاير، ولما ادخل المسافة الحين لما اسوي ازاحة حتكون على الكرنت لاير. حوسع الموديفاي بانل في الهوم ريبون واضغط على الديليت دوبليكيت اوبجكت تول. الاوتوكاد حيطلب مني اختيار الاوبجكتس، اقدر استخدم اي طريقة من طرق الاختيار. في هذه الحالة حسوي نافذة اختيار واختار الدائرة والخط، ولاحظ في نافذة الاوامر ان عندي 7 اوبجكت. بعد كده حضغط انتر او رايت كليك. الحقيقة انا ما اعرف السكيل فاكتور اللي احتاجه لضبط القياس الصحيح، لكن انا عارف اني لازم احول عرض الكرسي الى 18 وحدة، ولما الاوتوكاد يسألني احدد القيمة اقدر ابيك بوينت. عشان كده هستخدم خلفية الكرسي كريفرنس لينك. هختار النقطة، رايت كليك، روتيت، ثم رايت كليك واختار كبي. الحين شوف في شريط الاوامر حتشوف الحالة روتيت مالتيبل، مما يعني في كل مرة هحدد زاوية جديدة هحصل على نسخة من هذا الاوبجكت. الاوتوكاد حيطلب منك اختيار الاوبجكت، اختر الاوبجكت، بعد كده اضغط انتر او سوي رايت كليك واختار انتر. الاوتوكاد مباشرة حيضيف الجيومتري كونسترينتس للاوبجكتس المختارة. لاحظ ان مو هذه النتيجة المرغوبة في هذا الرسم، لاني للان ما اضفت الجيومتري كونسترينتس الضرورية، لكن تذكر انك ممكن ترجع في اي وقت بعد اضافة بعض الكونسترينتس وتغير قيمة الدايمنشنال كونسترينتس. لو ضغطت على علامة الزائد اللي جنبه هشوف انه يتكون من بلوكس ديم ستايل لايرز الى اخره. لو فتحت البلوك هشوف كل البلوكس اللي داخل ملف الرسم، تقدر تحط اي منهم في التول باليت بانك تسحبه وتضيفه. اذا حضغط على البيك بوينت بوتون لاختيار البيس بوينت، في هذه الحاله حستخدم الاند بوينت اوبجكت سناب لاختيار النقطه الخلفيه اليسرى من ركن الفايل كابينت. بعد كذا هحتاج اختيار الاوبجكتس، حضغط على سيلكت اوبجكتس بوتون واختار الفايل كابينت واضغط انتر او اسوي رايت كليك. بعد كذا عندي 3 خيارات تسالني عن المطلوب عمله في الاوبجكتس الاصليه. اوكي، لاحظ الاكسترنال ريفرنس اختفى من الاكسترنال ريفرنس باليت. لاحظ ايضا ان الابواب والجدران لم تعد فيدت، ولو وسعت اللاير بروبرتيز مانجر ما زال عندي نفس عدد الطبقات السابقه. اختار الصوره المطلوب ارفاقها ثم اضغط على اوبن. لما تضغط اوكي الصوره سترفق الى الرسم، بمجرد ما اضغط الصوره حتنزل. حبدا اول فيو بورد بالضغط على النيم تول، ومن نيو فورس هختار السنجل هقول له اوكي. الاوتوكاد حيطلب تحديد النقطة الاولى او الركن الاول، حضغط لتحديد النقطة الاولى، بعد كذا حضغط لانشاء الركن المقابل. اخيرا لما اكون جاهز للطباعة اقول له اوكي، وبحسب نوع الطابعة ممكن تشوف هذا الديالوج او لا.